خليني اقول لك ازاي تعمل كده في خطوات بسيطه جدا. تدخل على جوجل بلاي وتكتب في خانه البحث داونلودر، هيطلع باللون الاورنج زي ما انت شايف كده، تعمل تثبيت وبعدين تفتح البرنامج. هيطلب منك السماح للوصول، تقول له اوكي، وبعدها هتخش على براوزر. هيطلب منك بلاجن للبراوزر، هتكتب في اليو ار ال browser.aftnews.com وبعدين بتدوس جو، تعمل انستول عادي. بعد كده بتروح على الاعدادات علشان خاطر تديله سماح للوصول للتطبيقات اللي انت بتقدر تنزلها من خارج المتجر. من صفحة براوزر تقدر تحمل التطبيقات اللي انت محتاجها. في خانة البحث بتكتب اسم التطبيق اللي انت محتاجه، ومن اشهر المواقع اللي بتوفر التطبيقات ديت ABK Pure وABK Mirror. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات القديمة، وتفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اول باول. اشوفكم في فيديو تاني جديد، مع السلامة.